اكثر ولا طالب شنو اللي طالبه اخر يعني مثلا يجي اليوم غدو اليوم غدو فهمت يعني الواحد انت داك مشاريع تروح وين هذا الى فهمت يعني للسجيه مطلعوا فهمتني نقولها فهمتني خمسة مرات لا بتراجع يعني لا قاد التليفونات حتى تعمل تليفون اخويا هاو ها رقم الادارة ها هو رقم الادارة العام مش بتحدى فيش دموه فمو بتاع النميرو لا تشوفوا التليفونات يعني الواحد الو فهمت هاي لحظة يحط لك فهمتني موسيقى اللي يا متوفى الكارت بتاعك يا مشكون باش يجاوبك يا كذا اه سي والله مازال ما جانا حد شيء هي لما انت احنا باش نعيشوا كيك تصدق المدير عام الديوان يا قلت لك اكثر من خمسة مرات اكثر من خمسة مرات اللي نتصل بي اللي مشي له فهمتني يعني دي موعود سي احنا من ناحيتنا نقر الخطا نتاعنا شويه صبر يصبر يسامحني اذا كان هو مش انا ما عنديش حاجه جبتها من الدار بالنسبه لي انا اعطوني تصريح الديوان التصريح موجود عندك ها هو معناها هم فهمتني ظهر لي رجال ديوان هذوما تنجم تسال اي واحد منهم فهمني عدناش احنا لهنا سوري زيرف يقر فهمتني باش تطالبوني انا في رخصه تجاره ولا في حاجه يعني هذه الديكلاراسيون تاعي ادمي هز سلعتك واخرج على روحك يعني نعبي يخرجوا الشاحنات من قرون يجوا في راس الزير يتحج ثمانية شهور فاش قام انا باش لا باش مش نعيش من العيلة انا نحكي لك اصل معناها ريتها حاجه جبت له من بينهم يعني شهاده من المحكمه في حكم غياب نورمالمون مش المطالب انا باش نقول انا طالب حق الوضعيه هذه شكون حطني فيها ما نحبش نوقف حتى على اداره لا يعاوني لا بجاه ربي لا ساعدني لا كيفاش انا نحب ناخذ حقي نموت فيه نحيا فيه لا اكثر ولا اقل هون الورط عند فهمتني يعني يمكن كان التثبت فيهم معناها ايه احنا تو باش نحاولوا معناتها نشوفوا قام المسؤول معناتها في الديوانه ونستفسروا على الوضعيه هذه معناتها نشوفوا شنو راه تاعها انا موجود لهنا نهار ولي ريتيم القصر هذا شفتهم هذوما هذوما مش متحركين من باهي يعني لهنا جابوا لنا حقنا تاع الروح اقل من حقنا زاد طبيعي الروح قلت لك لا نحب نركب على حدث لاني طالب حقي بالكامل طالب اقل من حق السيد تسلمه بضاعه تاعو السيد عنده بضاعه تصدرها تصريحه من الديوانه تاع القروان ما تعاونكم كلها معناتها كلهم في بالهم ما فماش واحد ما في بالوش والله ولات هذه مشكله اشهر من نار على علم نعم شكون لهنا مشيت فهمتني سيد مدير العام كذلك من عنده موعد فهمتني سي رؤوف اصفر رئيس الديوان بتاع وزاره الماليه جيت اكثر من مره لهنا قابلت فهمتني سي عقيب نصر من بعد خصص لي سي رائد باشر معناها ماشي جايه مشنو ايه في الاخر هو رقم الكتاب رقم الكتاب يعني انا كنجيب لك ليست من تيليكوم تشوف المكالمات اللي اصدرت نحو الاداره العامه هذه حتى يحب لها اي وحده شهريه ميزانيه انا ما عنديش منين وصل راس الجير قالوا له لا فما ورقه اخرى مع حاجه جديده كان تشوف فهمتني سي النقيب تحب نسميهم لك بداها من الارشادات سي النقيب سي محمد العقيد محمد ناصر سي رايد باشر هذا بعد ما قابلت سي عبد الرحمن فهمتني لعديد المرات وهو ذا فهمتني لاهي بيك هي مش نقعد فهمتني يعني الواحد اصحاب الكهف الوعود عندها حد اخر حاجه يلوجوا على صيغه الصيغه سامحني لحظه لهنا وين هو بسم الله هذه الصيغه فهمتني في ابداع من المكلف العام نزاعات الدوله ما عندهمش صيغه معناها الاداره العامه يحبوا يقولوا انهم هم عجزوا فهمتني على صيغه باش توجد صلح توافقي هذه الصيغه جات بداوا فهمتني كل واحد يرمي واحد جيت تومك مدير عام تبنيت مشكله نورمالمون انت تفضلي مشكلتك علاش تبعث فيا فهمتني كونتونسيو يفز لي شي مختار باجيلا يقول لي اوكي وصلت برا ما نعطيك حد شيء هذه كانت باش تعطي مكلف العام نزاعات الدوله يكلم فيها رائد باشر فهمتني اللي هي ممثله قانونيه للديوانه الفا استعلي من وقت اللي يكلم به من 10 ايام قاعده تشهر 10 ايام معليش بالك انا جاي من اسرائيل والسلع نتاعك تو السلع نتاعي فزت مشات من نهارتها يعني هي جلبانه طري هي من وقتها مشيت السيد هذايا هو فهمتني نقول لك وين يخدم الغادي في الارشادات جيتو اكثر من مره فهمتني هو يطلعني للسيزير باهي انا حتى واحد ما عاد ينجم باش يستبلاني وانا مشيت ولا جيت ولا ما جيتهم انا قلت لك طوب وصل الطوب ما عادش فاك خلصانه فهمتني يعني عائلته باش تتشرد شكون السبب؟ عنده شيك معناتها كان جاي نكلم فيهم فهمتني يعني اليوم غدو اليوم غدو الى متى؟
هو السلعة شراب شفيت مهدد بالحبس وعنده انجي فهمتني يعني باقي ماشي جاي ماشي جاي اليوم 8 شهور وصلت الطوب ما عادش ما طلبت حتى شيء يعني ما نريدها نهار نخمم باش نطلب يعني نرمي روحي قدام ترام ما نحبش يعني حتى من واحد نحب حق سير وام هي شنو يعني الواحد يجي هذا فهمتني يعني نحب نعرف يعني وين المصداقيه نتاع الاداره لهنا والاغرب من ذلك اداره وقت يتعدى واحد بتصريحه معناها الاعوان وقت يتعدى واحد بتصريحه معناها بضاعته تدفع وراو اني مشي غلطي مشي غلطي يعني باش نمشي ناقص ورقه اي ورقه يقولوا عليها نطلب وقت اللي يمشي انسان ما عنده حتى ورقه يتعدى برق معناها فليش هي هذه مسألة باش تتطلب 8 شهور هي كانت في جماعات في الأسبوع الأولاني فهمتني صارت غلطة أخويا يعني المطلب متاعي عندي أنا بالنسبة اليوم هما طالب أقل من ما تصور في بالك طالب أقل من حقي بارش أعطيني جيس لي مينيموم جبر الضرر وعفى الله وعما سلف باش يبقوا يتلعبوا إلى متى الحب على الضيع هانا موجودين فيه خالدي منظمين هذوم والله كيموت شريك تارك رئيس الحكومة نوجه لها كلمة البلاد هذه شكون يساير فيها؟ علاش؟ لأنه احنا كل يوم فهمتني أي حاجة مش حطها لا تلقاها ممنوع تصديرها منع من بيت تتلفت تلقاها فهمتني غادي متوفرة في الأسواق الخارجية أكثر من السوق التونسي كيفاش تخرج الله أعلم وما تخرجش على الصحراء تخرج على الكياس على الطريق على الطريق تخرج علنا هذه نقطة الاستفهام البلاد هذه شكون يساير فيها؟ Shame.